مرام شيحة الطالبة الحائزة على المرتبة الأولى على مستوى مدينة حلب بالفرع الأدبي من خلال الجهد والاعتماد على النفس بشكل أساسي. مرام بيّنت أن والديها كان لهم الفضل الكبير في تفوقها من خلال توفير الأجواء الهادئة والمريحة للدراسة وتنظيم الوقت، إضافة للمتابعة المستمرة من الكادر التدريسي، ما جعلها ترسم مستقبلها بريشتها الخاصة عبر التفوق. النجاح كان تراكمي، ثمرة جهد وتعب طول السنة أو حتى من المراحل الدراسية من الإعدادي للثانوي. طبعا كان تجربتي أنه بلشت طبعا يعني تنظيم الوقت هدفي من بداية السنة، أنه هذا الحلم أنه المرتبة الأولى دائما كان هدفي. نظمت وقتي، طبعا مساعدة أساتذتي، أهلي كتير شجعوني، وفروا لي الجو المناسب أنه وحفزوني. أختي كانت الأولى قبلي، فكان كتير يعني دافع لي أنه المرتبة الأولى أنه شيء ممكن، يعني ما في شيء مستحيل. بقول الجايين بعدي أنه 2023 أنه ما في شيء مستحيل، يحطوا هدفهم من بداية السنة، ينظموا وقتهم، ممكن كله يتحقق. النجاح كان والتفوق هذا موضوع يعني نحن عم نشتغل عليه من بداية السنة أو أحيانا قبل السنة الدراسية، يعني عم نأهلها نفسيا أول شيء، بعدين دراسيا متابعة دائمة مع المدرسة مع أساتذتها، أي نقص أي تقصير أصلا عم نتلافاه أول بأول، وهي عم تشتغل يعني كانت هي جادة في إنه يعني تحصل على المرتبة لأنه هذا حلم. طبعا بحب أوجه كلمة للأم والأب، لكل أهل عندهم ابن عم يشتغل على المرحلة الثانوية، عطوه ثقة كبيرة بنفسه، كونوا انتوا واثقين فيه لحتى هو يقدر يثق بنفسه. حاولوا تعطوه دائما هذا الدعم المعنوي الكبير انه انت بتقدر تحقق اللي انت بدك اياه، ودائما بينوا له انه انتوا فخورين فيه شو ما عمل. فرحة النجاح لا تقدر بثمن، والتفوق الذي حققته مرام يعتبر مثالا يعبر عن الثقة والإصرار، كونها وضعت هدف التميز نصب عينيها وتمكنت من تحقيقه بالمثابرة على الدراسة، فلا شيء مستحيل أمام الإرادة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب.